بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وهي الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف، اختلفت عبارات المفسرين في التعبير عن عظمتها، فقال بعضهم هذه قاعدة من قواعد القرآن الكريم، وقال بعضهم هي من الآيات الجامعة في كتاب الله عز وجل، وقال بعضهم هذه الآية جمعت حسن الخلق، فينبغي أن تحوز هذه الآية على اهتمامنا. ينبغي أن تكون هذه الآية متداولة تداولا اجتماعيا فيما بيننا، ومعنى التداول الاجتماعي بحيث يكثر ترديدها، نرددها دائما بألسنتنا في بيوتنا، في علاقاتنا مع أصدقائنا، في أعمالنا وشغلنا، في شوارعنا، في مساجدنا. ينبغي أن تكون ركيزة أساسية من ركائز حياة المسلم هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأول هذه الأخلاق في الآية الكريمة، الأخلاق الجامعة، خذ العفو، يعني اقبل من الناس ما سمحت به طبائعهم، اقبل من الناس ما تيسر من أحوالهم. كل إنسان له طبع معين، له تفكير معين، له نشأ في بيئة معينة، فلا تنتظر من كل إنسان أن يعاملك أو يكلمك بما تريد أنت أو بما ينسجم مع فكرك أنت. لا، اجعل نفسك هذه القاعدة التي عبر عنها الشاعر بقوله: خذ من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر. فلا تحتقر عاميا إذا خاطبك بأسلوب ركيك مثلا، ولا تستخف بعامل أو صانع أو ما شاكل ذلك لأنه كلمك بأسلوب ضحل أو بأفكار قد تبدو بالنسبة لك تافهة أو ما شاكل ذلك. كان شأن السلف يعظمون حتى كلام الصغار، أو يظهرون لهم من الاهتمام ما يجعلهم يألفونهم ويتوددون إليهم. فإن التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، والاقتصاد في النفقة نصف الكسب، كما قال سلفنا الصالح. وقد قال بعض العلماء والمفسرون في قوله تعالى: خذ العفو، هذه الآية أصل في قبول الأعذار، أصل في التماس الأعذار، أصل في عدم البحث، أصل في عدم التفتيش، أصل في عدم التجسس على الناس والبحث فيما وراء كلامهم ومواقفهم وما شاكل ذلك. خذ العفو، نعم. ولذلك قالوا: ما استقصى كريم قط، هذه قاعدة تربينا عليها وقرأناها في كتب التفسير والعلم، ما استقصى كريم قط. الإنسان الكريم يتغاضى، الإنسان الكريم يتجاهل، الإنسان الكريم لا يكثر من التفتيش والبحث والإحصاء، يحصي كل عيب وكل زلة وما شاكل ذلك. خذ العفو وأمر بالعرف، أي بكل خلق جميل، بكل قول طيب، هدوا إلى الطيب من القول، وأمر بالعرف بكل سلوك حسن، فلا يصل إلى الناس منك إلا كل شيء جميل، تعليم، علم، الدلالة على خير، التوجيه إلى منفعة دينية أو دنيوية، تعليم صنعة، تعليم حرفة، الدلالة على معلومة معينة، أمر بالعرف، فلا يعني يجد الناس منك إلا كل طيب، كما قيل: كونوا مع الناس كالشجر يرمى بالحجر فيلقي بالثمر، وكما قال بعضهم: كن مع الناس كالأرض يطرح فيها كل خبيث ولا يخرج منها إلا كل نفيس. وأعرض عن الجاهلين، أنت إنسان كريم، والكريم لا يقابل الجهل بمثله ولا القبح بمثله.
ولا الشتم والسب بمثله. شتم وسب أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، فقيل عنهم مجانين، وقيل عنهم سفهاء، وقيل عنهم سحرة، وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا شاعر نتربص به ريب، وقالوا كذا وكذا وكذا. فما سمعنا أحدا منهم رد على هذا الجهل بمثله، لأن القاعدة عندهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعرض عن الجاهلين، أنت لك رسالة. حتى في سورة الشعراء نرى عجبا، قال فرعون وما رب العالمين. في 9 آيات في سورة الشعراء بتبتدئ بقال، حوار بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون يشتم ويسب، وموسى له رسالة واضحة وله هدف محدد وله غاية يريد أن يصل إليها، فلم يلتفت إلى سب فرعون وشتمه وتهديده بالسجن وما شاكل ذلك. مرة يقول رب السماوات والأرض، ومرة يقول رب المشرق والمغرب، ومرة يقول ربكم ورب آبائكم الأولين، وهكذا إلى أن وصلت رسالته إلى فرعون، فلم يجد بدا من سجنه، فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.